في عام 1981 شاركت قطر في تأسيس مجلس التعاون مع أشقائها السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين. كان هذا إبان حكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والذي عاصر الأباء المؤسسين للمجلس وجمعت بينهم الرغبة في الوحدة والوئام. ذلك الحدث التاريخي العظيم الذي حققنا به أملا غاليا طالما تطلعت إليه منطقتنا الخليجية العربية. لكن كل هذا تغير بعد انقلاب حمد على أبيه وأتسلم مقاليد الحكم في البلاد وصعوده إلى الحكم محملا بالحقد والكراهية على الأشقاء. تآمر حمد على المملكة وخطط لاستهدافها في تسجيلات موثقة. إذا الله أعطانا عمر 12 سنة ما في عارف. التسجيلات جزء منها صحيح. استهدفت الإمارات بالعملاء والجواسيس وحاولت نشر الأفكار المتطرفة وفق اعترافات أعضاء سابقين بجماعة الإخوان. جوازات ووثائق سفر وانتقالات وإقامة ورعايتهم واحتضانهم. حرضت قطر على الكويت وطالتها بحملات إعلامية شعواء. نحن أكثر الناس تعرضنا لهذا الموضوع من إخواننا في قطر. حاولت الجزيرة القطرية جر سلطنة عمان الآمنة إلى آتون فوضى ما يسمى بالربيع العربي. دخلت قناة الجزيرة بنشر سمومها في سلطنة عمان، وهذه إحدى المقاطع. قام الشباب بالاعتداء على رجال الأمن، نعم، في المركز نفسه، وقاموا بإحراق بعض السيارات. على الأخوة العمانيين أن يحذروا من خبث قناة الجزيرة القطرية. تآمرت قطر على البحرين ونسقت مع المخربين لاستهداف أمن المملكة الخليجية. لا، أتينا بكل المعارضة اللي موجودة في دمشق وغيره وقلنا لهم أهلا وسهلا تعالوا هنا وضايقوا البحرين من قريب. بس هل السؤال أنه أقدر أكلم الآن أقول لأنه في شيء ممكن يعملونه الجماعة؟ قطر أفعى داخل البيت الخليجي.